حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى جولة الصحافة، نبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف. نقرأ في الصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة العرب اللندنية: الانقسامات تطغى على قمة بيروت وسط غياب الرؤساء. وفي الحياة اللندنية: إيران تقر بمواجهتها مأزقا جديا وصعوبات تعتبر سابقة في تاريخها. ونقرأ في الصحف الخليجية: صحيفة الرياض السعودية: المملكة تدخل صناعة الطاقة المتجددة بتنافسية عالمية وحراك استثماري. وفي صحيفة العرب القطرية: واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تختتم النسخة الثانية من الأكاديمية العربية للابتكار. ونتابع في الصحف التركية صحيفة ديلي صباح: السيناتور الأمريكي جراهام يقول: أخطأنا بحق تركيا وتنظيم بيديه مرتبط بتنظيم بيكيكي الإرهابي. وأخيرا نقرأ في صحيفة يين شفق: وزير الداخلية التركي سليمان سويلو: 53 ألف سوري يمكنهم التصويت بانتخابات تركيا المحلية. ومن عناوين الصحف ننتقل الآن إلى تقرير تحت عنوان: لماذا ترفض تركيا دخول النظام السوري إلى منبج؟ رفضت تركيا أي محاولة لدخول النظام السوري إلى مدينة منبج، كما أنها ترفض بقاء المقاتلين الأكراد فيها وتصر على أن المدينة يديرها أهلها، وذلك بحسب الاتفاق مع الأمريكيين. وقال الناطق باسم الخارجية التركي إن هدف خارطة طريق منبج واضح، وإنها تنص على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة، وأن تتسلم الولايات المتحدة الأمريكية سلاح ويحكم منبج المقيمون فيها. المحلل السياسي الروسي أندريه أونتيكوف أشار إلى أن الموقف التركي برفض دخول النظام السوري إلى منبج مؤسف، وأكد أن النظام في نهاية الأمر عليه أن يفرض سيطرته على كل الأراضي السورية عاجلا أم آجلا. وحشدت تركيا عسكريا على الحدود مع سوريا استعدادا لعمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شرق الفرات، ما جعل الحديث يتحول إلى منطقة عازلة باتفاق أمريكي تركي بعد قرار الولايات المتحدة الخروج من سوريا، واعتبره المقاتلون الأكراد طعنة في الظهر. المحلل السياسي العميد أحمد رحال أشار إلى أن تركيا لم تنسى استضافة النظام السوري لمؤسس وقائد حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، وتعي أن النظام صديق للحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أولو. سيد يوسف أهلا وسهلا بك. مساء الخير، تحياتي لكم ولأستاذ المشاهدين. سيد يوسف، يعني بعد طلب قوات أو وحدات الحماية الكردية من النظام السوري نظام الأسد الدخول والسيطرة على منبج، يعني كيف سيكون التعامل التركي مع هذه الخطوات؟ لا يمكن السماح لي أن يكون هنالك أي تهديد أمني وتهديد حقيقة على أمن تركيا القومي. وبالتالي نحن نعلم بأن وحدات الشعب الكردية البي واي دي والواي بي جي هي باعتراف حتى حليفها الأمريكي أنها هي فرع للبي كي كي الذي يعتبر هو مجموعة إرهابية عالمية ومعترف بها أمريكيا. أما بالنسبة لدخول النظام السوري فهو لا يختلف عن هذه الميليشيات الإرهابية، لأنه هي دولة إرهاب، نظام يقتل شعبه. يعني لماذا هنالك 3.5 مليون في تركيا فقط، أكثر من 11-12 مليون مهجر سوري في العالم؟ يعني هذا النظام لا يمكن الوثوق به، وممكن أن يتعامل مع الشيطان الأكبر، يعني غير تعاونه مع داعش، تعاونه مع هذه المجموعات. فلذلك لا توجد أي ضمانات لأي أمن قومي بوجود هذا النظام. وبالتالي تركيا معنية بالمحافظة على أمنها، وبالتالي ترفض أن يكون هنالك بأي حال من الأحوال
تبديل مجموعات إرهابية بنظام إرهابي، وهذا حق طبيعي لتركيا. هناك معلومات سيد يوسف يعني حول دخول قوات النظام إلى منبج، يعني هل هناك دخول فعلي حقيقي إلى منبج أم أنها يعني فرقعات إعلامية؟ لا طبعا لا يوجد هنالك قطعيا أي أنباء حقيقية عن أن هنالك دخول لقوات النظام إلى منبج. بالعكس تماما، قوات النظام هي خارج هذا الإطار وخارج هذا الموضوع، وتركيا هي الموجودة بقوة على الأرض ولن تسمح لأن يكون هنالك اختراق لما تم التوافق عليه مع أمريكا ومع الدول التي تم الاتفاق على أن أمن تركيا القومي هو الأصل في أي اتفاقيات وتفاهمات في هذا الموضوع. طيب ما موقف الولايات المتحدة من هذه الخطوات؟ يعني هناك توافق واتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على يعني خروج قوات الكردية الإرهابية وخروج أيضا قوات النظام وما يعرف باتفاق يعني أو الطريق إلى منبج، يعني ما موقف الولايات المتحدة؟ هل هي موافقة على هذه الخطوات التي تقوم بها القوات الكردية؟ يعني الموقف واضح بالنسبة إلى تركيا، أما موقف أمريكا فهو غير واضح. موقف أمريكا متخبط، صباحا يقولون شيء ومساء يقولون شيء آخر. اليوم السبت غراهام يقول بأن البي واي دي والواي بي جي هي امتداد وهي لا فرق بينه وبين PKK. بالأمس كان هنالك القول أن هؤلاء حلفاء، هؤلاء المجموعات هي هم حلفاء كما صرح بولتون من إسرائيل. ترامب بدأ يهدد إذا ما لم يتم حماية هذه المجموعات، لذلك لا توجد سياسة واضحة أمريكية بخصوص هذه المجموعات. ولكن الواضح تماما لتركيا بأنها لن يكون هنالك أي مجال للمقايضة أو التراجع عن حماية أمنها القومي، هو خط أحمر وستحارب تركيا إذا ما فشلت الأمور السياسية. وصلت الفكرة سيد يوسف، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على هذه المتابعة، في أمان الله.